这个意向书，也使我们双方能够进一步加强在疫苗的研发、生产和使用的合作。我相信呢，中埃一定能够携手抗击疫情，中埃全面战略伙伴关系通过这样的考验，我们会更加的深厚。وأنا بشكر دولة الصين الشقيقة على كل الدعم اللي عملته مع الحكومة المصرية وزارة الصحة المصرية في تقديم كل المساعدات أثناء إدارة أزمة الكورونا وجائحة الكورونا في مصر. ممتنين جدا لهذه الصداقة بين والعلاقات الطيبة بين الدولتين والقيادتين وإحنا يعني بالنسبة للقاحات الصينية فهي لقاحات مقدرة علميا في مصر من خلال اللجان العلمية عندنا وإن شاء الله نأمل في إن إحنا نحصل على اللقاح الصيني في التوقيتات العاجلة اللي احنا طلبناها وان شاء الله الفترة الجاية تشهد مزيد من العلاقات بين مصر والصين. شكرا.